بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مساء الخير لجميع متابعينا في الأردن. نهار اليوم انخفضت درجات الحرارة بشكل إضافي مقارنة بيوم أمس، وكانت درجات الحرارة أقل من معدلات يعني مثل هذا الوقت من العام. يتوقع أيضا أن تستمر هذه الدرجات الحرارة أو الكتلة الهوائية الخريفة المعتدلة بتأثيراتها على المملكة خلال الأيام القليلة القادمة. صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح انتشار لكميات من الغيوم المنخفضة والمتوسطة الارتفاع، هي ناتجة عن هبوب لتيارات غربية قادمة من شرق البحر الأبيض المتوسط باتجاه منطقة بلاد الشام، عملت على انتشار لهذه الكميات من الغيوم المنخفضة والمتوسطة الارتفاع. نتحدث الآن عن درجات الحرارة المتوقعة اعتبارا من نهار اليوم وخلال الأيام القليلة القادمة. نهار اليوم تبقى المملكة تحت تأثير هذه الكتلة الهوائية ذات درجة حرارة أقل من المعتاد، عبارة عن كتلة خريفية معتدلة الحرارة تبقي درجات الحرارة أقل من معدلات مثل هذا الوقت من العام في عموم مناطق المملكة. يوم الأربعاء لا تغيير الحالة الجوية، تستمر درجات الحرارة أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، يستمر الطقس خريفي معتدل خلال ساعات النهار خاصة فوق المناطق الجبلية، لكن يكون مائل للبرودة إلى بارد في بعض المناطق خلال ساعات الليل. يوم الخميس ارتفاع قليل على درجات الحرارة مقارنة بيومي الثلاثاء والأربعاء، لكن تبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، طقس نستطيع أن نقول بأنه خريفي معتدل إلى خريفي اعتيادي في عموم مناطق المملكة خلال ساعات النهار، لكن بارد نسبيا خلال ساعات الليل. نذهب الآن للعاصمة عمان وتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة. يوم الأربعاء 25 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 15 درجة مئوية، نفس الحرارة تقريبا والأجواء يوم الخميس، لكن يوم الجمعة ترتفع قليلا لتسجل 26 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 18 درجة مئوية. نبقى في العاصمة عمان وتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث تسود أجواء صافية بشكل عام، 15 درجة مئوية، أجواء باردة نسبيا إلى باردة كحرارة مقاسة أما المحسوسة أيضا 15 درجة مئوية، الرطوبة مرتفعة والرياح تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. استعرض الآن وإياكم تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي المدن الأردنية ليوم الأربعاء. نبدأ شمالا، المفرق 28 إلى 15 مع انتشار لكمية من الغيوم المنخفضة والمتوسطة الارتفاع، أيضا نفس الغيوم تنتشر في عموم المنطقة الشمالية، إربد تسجل 28 إلى 17، جرش 27 إلى 18، وعجلون 26 إلى 16 درجة مئوية. هذا الآن نحو المنطقة الوسطى والزرقاء، طقس صافي 28 إلى 17، العاصمة عمان 25 إلى 15، نفس الأجواء والحرارة تقريبا في البلقاء، مأدبة طقس صافي 26 إلى 16، أما البحر الميت 33 إلى 25 درجة مئوية. نذهب جنوبا نحو الكرك، طقس صافي 24 إلى 16، طفيلة 24 إلى 15، الشوبك 22 إلى 12، ومعان 28 إلى 17، أما العقبة 34 إلى 25 درجة مئوية. نختم نشرتنا بتوقعات الجوية للمنطقة الشرقية، الأزرق 31 إلى 17، الصفاوي 31 إلى 17 أيضا مع أجواء صافية، أما رويشد 31 إلى 18 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.